هاتفيا ينضم الينا من الاراضي المقدسه معالي المستشار حاتم قاضي، مستشار وزير الحج والعمره والمتحدث الرسمي للوزاره. ارحب بك معالي المستشار، كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا بكم وبالساده المشاهدين الكرام في كل مكان، واهلا وسهلا بهم جميعا. اهلا بك. بدايه معالي المستشار، اطلعنا على سير عمليه الحج وسط هذه الاجراءات الاحترازيه والتامينيه التي اتخذتموها في المملكه. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه سيدنا وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين، ونتوجه إلى الله بالشكر على ما من به هذا اليوم العظيم من نجاح أعمال تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة وفق إجراءات أمنية وتطبيق بروتوكولات صحية دقيقة جدا أعطيت الحجاج الكرام على أعلى المستويات. فقد أدى الحجاج الكرام صلاة الظهر والعصر في مشعر عرفات في مسجد نمرة، واستمعوا إلى خطبة يوم عرفة العظيمة الجميلة ذات المعاني الثانية، وتوجهوا إلى المخيمات راكبين الحافلات التي خصصت لهم، والحافلات التي خصصت لهم يتم تعقيمها قبل دخول الحجاج وبعد دخول الحجاج وبعد نزول الحجاج إلى المخيمات. المخيمات أيضا مجهزة بأعلى التجهيزات، واستخدمت وزارة الحج والعمرة وبقية الجهات المشاركة التقنيات الحديثة التي ساعدت يعني في إنجاز الخطة التي خصصت لهم على أعلى المستويات. والحمد لله الحجاج الكرام يعني في هذه اللحظة المباركة ينتظرون وقت النفرة من عرفات حامدين شاكرين ملبين لله سبحانه وتعالى، ويتوجهون إليه سبحانه وتعالى بأن يتقبل حجهم وأن يعيدهم إلى حيث أتوا سالمين غانمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم والسادة المستمعين والمشاهدين الكرام في كل مكان ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. اللهم امين. شكرا جزيلا معالي المستشار حاتم قاضي، مستشار وزير الحج والعمره والمتحدث الرسمي للوزاره، كنت معي هاتفيا من الاراضي المقدسه.